1961 اندلعت ثورة أيلول في كردستان العراق بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وبزعامة القائد ملا مصطفى برزاني ضد حكم الزعيم عبد الكريم قاسم. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الثورة تعد رمز الحركات المسلحة التي خاضها شعب إقليم كردستان العراق ضد الحكومات المركزية المتعاقبة. وفي الذكرى السنوية للثورة ألقى رئيس الإقليم خطابا في أربيل ختمه بالقول إنه سوف لا يسمح لأي أحد الاستهانة والاستخفاف بما أسماها ثورة أيلول وسيقف ضدهم بالمرصاد، كلمة فيها نوع من التهديد اعتبرها بعض السياسيين بأنها منطقية ودستورية. بالنسبة لكلام السيد رئيس الإقليم في الاحتفال يوم أمس، قولي بأنه سنقف ضد من يحاول الاستهانة بثورة أيلول هذا كلام دستوري وكلام منطقي. هذه القوة تعرف نفسها جيدا، هناك قوى كردية تقف في وتري تشوه هذه الحركة، وبالتالي هناك أيضا قوى عربية تدفع هذه القوى الكردية في سبيل هذه القول، هذه المقولات. هذه ليست مخفية على المراقب السياسي بشكل مطلق، وبالتالي الوقوف ضد هذه الهجمات والإساءة إلى ثورة 11 أيلول هي خط حمراء بالنسبة لنا. التصريح هذا اعتبرته المعارضة غير موضوعي ويتضمن نوعا من العدوانية. ليس من الشيء الواقعي أن يكون هناك نوع من الاتهام ونوع من التهديد للمواطنين، فأنا ضد كل المناشدات السياسية التي يحاول بنفس أن يكون هناك نوع من العدوانية، يتعامل نوع من العدوانية مع الآخرين، فأنا ضد كل هذه الهجمات بشكل عام. وأنا أتصور أنه مع الأسف يعني هناك نوع من سوء التفاهم دائما من قبل السيد مسعود بارزاني والخطاب السياسي خارج الحزب الديمقراطي الكردستاني. لازم أن يكون هناك نوع من الموضوعية في خطاباته. أما تفسيرات المحللين السياسيين كانت جريئة جدا لكلمة رئيس الإقليم. يعني هناك معارضة مخفية، معارضة علنية، أكو معارضة رسمية عراقية يقودها المالكي، وإذا ضمن هذه المعادلات هذه يعني المسائل شائكة أن يحدد ذلك، لكن هناك توجه، هناك تشويع عام لنيل من دور الحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة الشخص البارزاني. رسائل عديدة من قبل رئيس الإقليم وجهت من خلال خطابه لأطراف عدة منها المعارضة الكردية والعراقية والخارجية، مذكرة لهم إنه سيقف لهم بالمرصاد لكل من يستهين بثورة أيلول التي تمس تاريخ الحزب الديمقراطي ونضالاته. ربما سيكون لهذه الرسائل أجوبة في الأيام المقبلة سواء من الداخل أو من خارج العراق. ميلاد سامي، السومرية، أربيل.